مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في لقاء جديد لبيت للكل. الحقيقة الحديث اليوم ليس جديدا، الحديث نتحدث فيه منذ أكثر من 9 شهور. نحن نتحدث عن ما يحدث في قطاع غزة، هذا الاجتياح، الحرب، الإبادة، يعني كل ما نشاهده على مر شهور طويلة. كنا نأمل في البدايات أن تنتهي هذه الحرب، وأن صرخات العالم وأن اهتمام العالم وأن العالم الذي بين قوسين يهتم بالإنسانية أن ينظر نظرة حق إلى ما يحدث في فلسطين. ولكن الإجابة الحقيقة، بما أننا ما زلنا نجوب بين كل القمم وكل المنتديات وكل يعني التصريحات التي تدين هذا الاحتلال الغاشم، حتى اللحظة لم ينتهي هذا الاحتلال. يمكن الأرقام تتزايد، ويمكن المذابح تتنوع في وجهة نظري، ويمكن أيضا القتل والإبادة خاصة للأطفال والنساء تتزايد يوم بعد يوم. أعتقد أن حصيلة هذه الحرب دفعت ثمنها الأبرياء من الشعب الفلسطيني، حقيقة نقدمها ونوثق لها دائما في حلقات كثيرة في بيت للكل. والحقيقة الأكثر إننا مكملين لحد هذا الزوال لهذا الاحتلال. مساء الخير يا لالا. مساء النور شافكي، وفعلا الكلام اللي حكيتيه هو كلام مؤثر. اللي بيصير في غزة شيء لا يتصوره العقل البشري، واللي بيصير في غزة هو انتهاك لكافة الأعراف الإنسانية وحقوق الإنسان وحقوق الطفل. أوروبا التي تتغنى دائما بالديمقراطية، والتي نتوهم دائما بأن الحضارة الغربية هي حضارة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وحقوق الفرد، في غزة وما يحدث في غزة من الواضح جدا بأن الغرب هو أنوار كاذبة، وأنوار دائما تسطع دائما فيما يتعلق بمصالحها وأهدافها، وبالتالي عند حقوق الغير وعند حقوق المواطن العربي وحق الشعب الفلسطيني في الحياة أوروبا لا تعترف أبداً، والدول الغربية المساندة أيضاً للاحتلال الإسرائيلي لا تعترف بأي شيء من المواثيق الدولية وبين الأعراف الدولية حقوق الإنسان وحقوق الطفل، التي تصدرت أمام العالم أجمع وقالت نحن من وقعنا اتفاقية وأصدرنا اتفاقية حقوق الإنسان والطفل. لا احترام لأي شيء يتعلق بالإنسان والإنسانية، هذه هي إسرائيل. وأما بالنسبة للراعية أمريكا الداعمة لما يحدث، فمن يستفيد من الباطل لا يمكن له أن ينطق بكلمة حق، هذه هي الواقع وهذا هو الحقيقة. أكيد أنا بتفق معك جدا. تصوري يا لانا أن حتى الإعلام، العمل الصحفي اللي هو موثق له من قبل كل الهيئات العالمية، إنه الإعلام والصحافة لابد من السماح لها أن تغطي أماكن الحرب ومحمية، وهناك تصريح وهناك حماية. هناك لجنة من سنة 1992، هذه اللجنة تعمل على حماية الصحفيين والإعلاميين الذين يغطون أماكن الحرب. يبدو أن هذه اللجنة كانت في مشكلة كبيرة، لأنه حتى لم يكن هناك حماية، وتوفي أكثر من 150 شهيد ممن يعملون في مجال الإعلام والصحافة. فهي حرب غاشمة بكل القيم وبكل الإنسانية. لا أكيد للأسف هذه هي إسرائيل. أكيد هذه هي إسرائيل كما قالت زميلتي العزيزة لنا.